مرحبا طاقم اختر جلسات التأمل. فيديو اليوم سوف يكون قصير بعض الشيء، هو عن مسألة إيقاف الأفكار. فسرت مسألة إيقاف الأفكار في فيديوهات سابقة، من ضمنها فيديو السيطرة على العقل اللاواعي، يمكنكم مشاهدته هنا للأشخاص الذين لم يشاهدوا الفيديو. أما بالنسبة لمسألة من أنا أثناء إيقاف الأفكار، أو من المسؤول عن هذه الأفكار المتكررة التي من الصعب التحكم بها؟ بكل بساطة، عندما تلاحظ فكرة معينة أو فكرة مزعجة أو مشاعر مقلقة، هذه الملاحظة هو أنت، الفكرة ها هنا، وأنت التي لاحظت هذه الفكرة، هذا هو أنت، وإنما الفكرة هي فكرة، ولكن إن لم تلاحظها فهي مسيطرة عليك. أحيانا تلاحظها ولكن باستخدام القوة معها لا تستطيع أن توقف هذه الأفكار، لأنها تحتاج تقبل، والتقبل صعب بعض الشيء في البداية. وفسرت هذا فسرت التقبل في فيديو أنواع التوتر في أعلى هذا الفيديو. أثناء تقبلك للفكرة تتلاشى، ولكن تتلاشى بشكل مزعج، بشكل يكون كحرقان في القلب، وأسف في الصدر وفي البطن، تشعر بشعور مزعج أحيانا، ولكن هذه المراحل كلها ستزول، لأن هذه تسمى مرحلة التطهير لهذه المشاعر أو الأفكار عن طريق تقبلها كما هي، لأن التفكير لن يحل المشكلة. رأيت مقولة لإيكهارت تول تقول: القلق يعني أن العقل يتحكم بك، لا يوجد أي فائدة من القلق، والحل من المستحيل أن يأتي عن طريق القلق. إذن النقطة التي أريد أن أفسرها لك الآن هي: أنت وجودك كإنسان مراقبا للفكرة، ناظرا إليها، هو بحد ذاته وجود، ولكن تعمقك بداخل الفكرة والاندماج معها وجعلها تؤثر عليك مشاعريا، هنا في هذه المرحلة تكون أنت في حالة تحكم كامل عن طريق العقل، ولكن بمجرد معرفة أن الفكرة أمامك وأنت تراقبها، هذه مرحلة جدا ممتازة لتعلم أنك أنت لست العقل وأنت لست الأفكار. هذا باختصار شديد، لأني قمت بكثير من التفسيرات لهذه المسألة في الفيديوهات السابقة، وأتمنى أن يكون هذا التوضيح البسيط نال إعجابكم. شكرا جزيلا.